هاتف ارحب بعلي الحدادي المنسق الاعلامي للمنتخب الشاب من بنغلاديش. مساء الخير عبد العلي. مساء النور اخوي عادل، ارحب فيك وارحب بال او عفوا صباح الخير عندنا بنغلاديش، ارحب بضيوفك بالاستديو. ونبارك لكم الجميع فوز المنتخب اليوم ومواصله انتصاراته في التصفيات، وان شاء الله التاهل باذن الله لنهايات كاس امم اسيا المقبله. كيف تجري الاوضاع في المعسكر؟ هل المباراتين السابقتين كانت يعني مقياس للمدرب لاداء جيد للمنتخب، ام ان الاختبار الحقيقي حتى الان لم يحدث؟ والله يعني اخوي عادل، يعني المباريات هذه في التصفيات هو اهم شيء، هو تحقيق الفوز عن بغض النظر عن المستوى الفني. نعم بالتاكيد، يعني ان المستوى الفني غير راضي عليها المدرب الوطني، واداء اللاعبين في المباراة الماضية قدم منتخب مستوى جيد في مباراة عمان، مستوى نتيجة. اليوم المنتخب السعودي حقق الفوز، لكن لم يكن مستوى الفني مرضي بسبب يعني ان المباراة اليوم كان فيها خشونة زائدة، وكان في تعمد للضرب للاعبي المنتخب السعودي. نعم. ويعني للإيذاء، يعني كان هناك يعني خشونة زائدة مع اللاعبين، مما اضطر المدرب لإيجاد تبديلات، ثلاث تبديلات اللي راحت بعض اللاعبين والاوراق الرابحه بالفريق، حتى لا يكون هناك يعني يعني في الفتره الماضيه يعني تحصل لاعب مهم او شيء. نعم. فيعني فاليوم مباراه كان فيها كثير من الكروت الصفور، فيها كان بطاقه حمراء، يعني كان المفروض في اكثر من بطاقه حمراء اليوم. نعم. لكن اتوقع انه لم يتعامل معها بجديه. طيب وش كان رده فعل المدرب يعني خالد القرون خلال المؤتمر الصحفي؟ كان يعني ابدا تعب شديد يعني من تصرفات اللاعب المنتخب البنغلاديشي. طيب وش ابرز ما قال المدرب في اليوم في المؤتمر، وش رده فعله؟ مدى رضاه عن الاداء وعن اللاعبين؟ بالتاكيد لا، في رضا، في رضا، لكن احنا يعني كمدرب خالد القروني يعني يطمح انه اللاعب يقدم كل ما لديه. نعم. يعني في عده امور، منها في امور يعني عن أرضية الملعب، يعني ليست يعني بتلك الأرضية، عن أنه الفترة الماضية يعني ما كانت فترة يعني وافية للمدرب تطبيق النهج التكتيكي. نعم. حتى ذكر في كذا تصريح أنه يعني يعاني من قلة الوقت، لكن هو الآن مركز، كلنا الجميع مركز في هذا التصريح على التأهل، وبعدها تكون هناك عدة أمور. نعم. لكن الشيء المرضي هو المنتخب السعودي هو يحقق النتائج بغض النظر عن المستوى، أنت أهم شيء في الفترة الحالية هو تحقيق الفوز بغض النظر عن المستوى الفني. نعم. مستوى اللاعب يتطور من مباراة إلى مباراة، كان اختبار يعني احنا نعتبره أنه اختبار حقيقي أو ديربي خليجي. نعم. المنتخب العماني وتمكن من الفوز بأربع أهداف، وأكد خلال المؤتمر أنه مستوى ونتيجة. في مباراة اليوم احنا لم نبحث عن المستوى بقدر ما بحثنا عن التحقيق. نعم. نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله ايضا في مباراتكم القادمه امام جزر المالديف يوم الاثنين. باذن الله بتكون باذن الله هي مباراه هامه. نعم. ومباراه فاصله في تحديد التاهل، واذا تحقق المنتخب يكون اقترب الى 90%. نعم. لكن احنا بكل امانه اللاعبين والجهاز الفني والجهاز الاداري كلهم طموح على خطف البطاقه الاولى. نعم. والعوده لهذا البطل بالتصدر المجموعه. أتمنى لكم التوفيق. شكرا جزيلا علي الحدادي المنسق الإعلامي للمنتخب الشاب.